الشكل اللي قدامنا بيوضح تطور التعداد السكاني في العالم، وعدد سكان العالم هو العدد الإجمالي للبشر الذين يعيشون حاليا، ويقدر إنه وصل إلى 7.8 مليار شخص اعتبارا من مارس 2020. استغرق الأمر أكتر من 200 ألف سنة من التاريخ البشري حتى يصل عدد سكان العالم إلى مليار، وأكثر من 200 سنة فقط للوصول إلى 7 مليار شخص. ومع ذلك لا يزال عدد سكان العالم في ازدياد، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 10 مليار نسمة في عام 2050. ولقد قدر البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو إننا بحاجة إلى زيادة إنتاجنا الحالي من الغذاء خاصة الحبوب بنسبة من 70 إلى 100%، وده لسد الفجوة الغذائية العالمية المتوقع حدوثها عام 2050. وعلشان نفهم الموضوع ده بشكل واضح، هألخص لكم البيانات التاريخية وكذلك البيانات المستقبلية المتوقعة والخاصة بثلاث حاجات هامة، وهي رقم 1 المية، رقم 2 مدخلات الزراعة زي الأسمدة، وأخيرا رقم 3 الطاقة المستهلكة لإنتاج الغذاء، واللي بتحدد في النهاية تكلفة واقتصاديات إنتاج الغذاء. الشكل اللي قدامنا بيوضح الاستهلاك العالمي للماء في آخر 120 سنة، بالإضافة لأنه بيوضح أيضا استهلاك الماء العالمي المتوقع خلال ال5 سنين الجايين، وده لجميع القطاعات المستهلكة للمية، وهي الزراعة والاستهلاك المنزلي والصناعة. الشكل ده هام جدا، وبيورينا إن الزراعة لوحدها بتستهلك من 70 إلى 80% من إجمالي كمية المية العذبة المتاحة عالميا. ولو بصينا على استهلاك المية مثلا في قطاع الزراعة، هنلاقي لونين من الأعمدة الإحصائية لبيانات كل 25 سنة، وهما الماء المستخرج بلون أخضر غامق والماء المستهلك بلون أخضر فاتح، وبرضه هنلاقي منحنى لونه رمادي أو رصاصي بيوضح الفرق ما بين كمية المية الكلية المستخرجة وبين كمية المية المستخدمة فعليا، حيث أن الماء قد يستخرج أو يستخدم أو يعاد إلى مصدره مرة أخرى أو يعاد استخدامه عدة مرات، بينما الاستهلاك فهو الاستخدام النهائي للماء بحيث لا يمكن إعادة استخدامه مرة أخرى. ويلاحظ أن زيادة المياه المستخرجة بمعدل أسرع بكثير بمرور الوقت هو مؤشر على زيادة كثافة استخدام الموارد المائية العالمية، مع ملاحظة أن المياه المستخرجة بيفقد منها جزء صغير فقط من خلال البحر. ونظرنا إلى استخدام المدخلات الزراعية وأخذنا مثال عنصر النيتروجين، واللي بيعد أكتر حاجة بتستخدم عالميا في الزراعة، هنجد أن النيتروجين هو أحد العناصر الحاسمة الأساسية للحياة، لأنه ضروري لنمو النبات. وبزيادة عدد سكان العالم فإن الطلب يتزايد لإنتاج غذاء أكتر زي ما وضحت قبل كده. بتشير المنحنيات اللي قدامنا إلى أنه خلال ال50 سنة الماضية ازداد استخدام الأسمدة النيتروجينية في العديد من قارات ودول العالم، وخاصة في الصين وأوروبا الغربية والولايات المتحدة، مقارنة مع أفريقيا وأمريكا اللاتينية، بينما ظل معدل الاستخدام ثابت نسبيا في الفترة الأخيرة. ومن ناحية تانية
بتشير المنحنيات اللي قدامنا لنفس المناطق السابقة في نفس الفترة، إلى أن إنتاج الحبوب قد زاد طرديا بزيادة استخدام النيتروجين. ومع ذلك فإنه بتوجد اختلافات بين المناطق في الاستجابة لإضافة النيتروجين مع ارتفاع معدلاته، ويرجع ده إلى اختلاف معدلات الجفاف المنتشر في جميع أنحاء العالم. وده بيأكد إن مية الري في الزراعة اللي شرحت وضعها قبل كده هي أيضا عامل محدد للإنتاج. وزي ما هو واضح في الشكل البياني، فإن الولايات المتحدة والصين حققت أعلى إنتاج حبوب مقارنة بباقي دول العالم. بيظهر الشكل اللي قدامنا والخاص بكفاءة استخدام النيتروجين معلومة جديدة ما كانتش واضحة في بيانات استهلاك النيتروجين وإنتاج الحبوب في العالم. فلما تم حساب كفاءة استخدام النيتروجين، واللي هي عبارة عن كمية إنتاج الحبوب لكل وحدة من النيتروجين المستخدم، هنكتشف حاجة مهمة جدا، وهي أن كفاءة استخدام النيتروجين قد انخفضت تدريجيا في جميع قارات وبلاد العالم. وظهرت بيانات جديدة بتوضح أن أقل مناطق العالم في كمية الإنتاج هي أكثر مناطق العالم في كفاءة استخدام النيتروجين. فنجد أن أفريقيا مثلا هي أكثر كفاءة في استخدام النيتروجين بالمقارنة بالولايات المتحدة والصين. وده ممكن تفسيره جزئيا من خلال 3 نقط. أول نقطة هو أن إدارة عنصر النيتروجين في النظم الزراعية هي عملية معقدة جدا بسبب التداخلات بين معدنة النيتروجين في التربة والمحتوى الرطوبي في التربة ونوع المحصول المنزرع. تاني حاجة هي إن النيتروجين بيكون عرضة للفقد في عدة مسارات، أهمها هي عملية غسل النترات، حيث أن نترات النيتروجين بتكون شديدة الحركة مما يؤدي إلى زيادة تركيزاتها في المياه السطحية والجوفية. تالت حاجة بتفسر النتائج ديت هي إن كل ما سبق هو بسبب عامل آخر أساسي، وهو أن معدلات استخدام وإضافة النيتروجين في الزراعة على مستوى العالم هي معدلات مرتفعة للغاية بتتجاوز الاحتياجات الفعلية للمحاصيل الزراعية، خاصة في المناطق المرتفعة في معدلات الإنتاج. ولازم ناخد بالنا إن النترات في المية هي مشكلة بيئية عالمية، وتتحمل الزراعة مسؤولية تطوير الممارسات اللي تزيد من كفاءة استخدام المحاصيل للنيتروجين، حيث أنه يجب استخدام تقنيات إدارة جديدة في الزراعة تعتمد في الأساس على زيادة كفاءة استخدام المياه والنيتروجين. وده هيحسن بدوره من قدرتنا على إنتاج الطعام سواء حبوب أو خضر أو فاكهة، وكذلك الألياف، بحيث أنها تكفي لاحتياجات الإنسان حول العالم. الشريحة دي بتوضح استهلاك الطاقة العالمي خلال آخر 220 عام، ووحدة الطاقة المستخدمة لمقارنة الاستهلاك من المصادر المختلفة اسمها إكساجول. الإكساجول هي وحدة قياس للطاقة، ويعادل الواحد إكساجول حوالي 25 مليون طن نفط. فهنلاقي إن النفط الخام هو لا يزال أهم مصدر للطاقة، ويليه الفحم، وبعد كده بيجي الغاز الطبيعي، ثم الوقود الحيوي، وأخيرا الطاقة النووية والطاقة المائية. وبالنسبة للزراعة فإنها بتستهلك تقريبا 12% من إجمالي الطاقة من جميع مصادرها المستخدمة عالميا. طالما إن النفط هو أكبر وأهم مصدر لا تزال الزراعة بتعتمد عليه في إنتاج ونقل المحاصيل، فلازم نعرف عنه بعض المعلومات. المنحنى البياني ده بيوضح تاريخ اكتشاف وإنتاج النفط في العالم،
وكذلك توقع انخفاض الإنتاج عام 2030 لاحتمالية الاعتماد على مصادر أخرى للطاقة نظيفة تقلل من الانبعاثات غير المرغوب فيها من الغازات الدفيئة، خاصة غاز ثاني أكسيد الكربون. وبالنسبة لأسعار الطاقة، فهنلاقي إن الشكل التالي بيوضح سعر برميل النفط الخام بالدولار الأمريكي خلال آخر 45 سنة، واللي ازداد تدريجيا بداية من عام 1960 حتى وصل لأقصى سعر ليه عام 2010، وهو حوالي 90 دولار للبرميل، وبعد كده بدأ يتذبذب مرة أخرى ليصل لأقل معدلاته حاليا في حدود 34 دولار لبرميل خام برنت بسبب أزمة وباء كورونا. ولازم نبقى فاهمين إن التكاليف المباشرة للطاقة الخاصة بالوقود والأسمدة بتمثل حوالي 28% من ميزانية إنتاج المحصول في الزراعات القائمة على التصنيع، بينما بتمثل تكاليف النقل نسبة من 40 إلى 50% من إجمالي تكاليف الطعام الذي نستهلكه. آخر حاجة عايز أوضحها في الموضوع اللي بناقشه هو علاقة سعر الغذاء اللي بنستهلكه مع سعر الطاقة المستخدمة في إنتاجه. فهنجد إنه بتوجد علاقة تلازمية بين سعر الغذاء وسعر الطاقة، زي ما هو واضح في الشكل البياني اللي قدامنا، اللي بيوضح العلاقة بين سعر استهلاك الطاقة العالمي واللي بيمثله المنحنى الأزرق اللي بيوضح سعر برميل خام برنت بالدولار، وذلك مع مؤشر الفاو لسعر الغذاء باللون الأحمر اللي عاملاه منظمة الأغذية والزراعة للمساعدة في مراقبة التطورات في أسواق السلع الزراعية العالمية.